بعد 50 سنة وجدت فيها ايه؟ وجدت انها تغيرت تمام مدانيها، شوارعها، ناسها. سألت نفسي ايه اللي حصل؟ وايه اللي هيحصل لو عشت فيها مرة تانية شاب؟ صباح الخير. صباح الخير. انت حضرتك مين؟ عرفني بنفسك كده. انا توفيق الحكيم. توفيق الحكيم؟ امال انا بقى ايه؟ تسمح لي ابقى توفيق الحكيم ونعيش احداث باريس 24 و25 بس النهارده؟ باريس النهارده اتغيرت قوي. فانت عايز تعيش باريس بتاع العشرينات؟ العشرينات. ازاي دي؟ هنحاول وهنشوف بعد كده. وبعد كده نبقى ناخد رأي حضرتك. حصل. ماشي. لان هتلاقي صعوبات. حضرتك عشت قصة حب عنيفة مع بيعة التذاكر في عصفور من الشرق. ايوه.
كانت قصة حب رهيبة. آه. تصور إني حفيدتها بتشتغل في نفس المكان ونفس المهنة وبنفس الاسم. إيفا. تلاقي شعرها لون الذهب وعنيها ما تعرف لهاش لون، ومناخرها تلاقيها كده مرفعة كده. Monsieur, tenez pour vous acheter une glace, ça vous calmera. Adieu! Adieu les amis du combat! Adieu la vie! Vive l'espérance!
في العشرينات هي في الثمانينات؟ والله مش عارف، انا مش قادر اعرف المرأة في الثمانينات ايه في باريس الوقت. يعني ما اقدرش اتخيل. فانت بقى هتعيش بس حاول انك تلاحظ ان حصل تغيير في حاجات كتير جدا. ربما كمان في الحياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية. يعني اللي كنت بصرفه انا زمان من النهاردة ما تلاقيش نفس يعني مثلا انا كنت لما اجيب لها هدية يعني والله قعدت ادور على حاجة تكون غريبة كده، فلقيت البرفان غالي. والورد ده يعني ما ملوش يعني عندي معنى كبير. قمت رحت اشتريت لها بغبغان او حاجة دايمة وتربيها. واعلمه كلمة جيتام جيتام فهو يقدر يقول لها الكلام ده باستمرار. بطل لعب وبصلي، انا معتمد على الله وعليك. عاوزك تقول لها بحبك، ها؟ بس بالفرنساوي جيتام. ما تلعبش في ديلك، بصلي. جيتام جيتام جيتام، فاهم؟